اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده في حصتكم المحبوبه حلويات المرجان مع اخوتكم في الله سامية. اخترت لكم اليوم وصفه محبوبه كثير من عند الكبار والصغار وتوالم في جميع الوليمات نتاعنا. دونك عندنا التشارك العريان. بسم الله نروحوا للمقادير ولا نتفضل نخدموا ونعطوا المقادير وممتون. بسم الله، 3 كيلات فرينه نديروهم ممسوحين ما نقبوهمش. دوك حنحط كامل المواد الجافه التوعي، من بعد باش نجي نضيف السوائل. نخلي الصفايه تاعي نضيفو قرصه نتاع الملح، لافاني اللي ما نستغناوش عليها واللي عندها طعم رائع واللي هي فانيليا المرجان. نعملو زوج مغارف صغار. هنا عندي حوالي 500 غرام نتاع الفرينه، عملت لهم زوج مغارف صغار. الحاجه المليحه في هاد لافاني اون بودغ هي نقدروا يعني حتى ولا غلبتنا عملنا 3 مغارف 4 مغارف عفوا 5 مغارف ما تاثرش، راح تمد لنا طعم شباب ماشي كيما الفانيليا السائله تكون قاصحه عليها. نحطوا كامل قلنا المواد الجافه، نضيفوا نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه، نصف ملعقه صغيره. دونك نعاودو نذكرو، نصف ملعقة صغيرة في حوالي 500 غرام نتاع الفرينة. إلا درتو كيلو راح تعملو مغرفة صغيرة معمرة. يعني باش نقصو الحلاوة تقدرو ديرو كيلة كاملة، مي باش يجينا مليح يعني ماشي حلو بزاف نفضل نديرو كيلة ناقص أصبع كيما راكم تشوفو. نضيفها وهكذا نكونوا كملنا مع المواد الجافه. نسكرفت شويه ماشي بزاف. نخلط المكونات التوعي باش نروح نديروا الماده الدسمه نتاعنا باش نبسو تشارك. نعاود نذكركم بلي الوصفه تاعي اللي اخترتها لكم النهار اليوم هي وصفه تشارك العريان. دونك نجيبو سمن المرجان. هنا الا كان السمن تاعي يعني بدرجه حراره الغرفه دونك نستعملو هكذاك يعني ا تمبيراتور امبيونت، كي يكون طري ما يسحقش نذوبو. الا شتو شويه حاكم روحو ذوبوه شويه. ونجي نكملها بالزيت. ما تفيدوهاش بزاف باسكو كي نديرو ليدان بزاف راهو رايح يغلبنا ويتعبنا في الخدمه نتاعو. دونك هكذا نجي نفرخها. هنا شويه وحاكم روحو معليش. نمسح يديا باش ما نحرحرش الحاله نتاعي ونروح نحطو في لو بيتران. هاد المرحله تاع البيتران ماشي لازم يكون عندك باش ديريها، تقدري كيما راهو تبسيه كيما زمان ويجي رائع. لكن الفكره هنايا باش نسهل عليكم المهمه خاصه للناس اللي يستعمل يعني اللي يخدموا كميات كبيره. كاين بزاف اللي تخوفوا منه يقول لك العجينه ما تجيش مليحه ولا تعلق معانا، صدقوني يعني تجي رائعه. جربوها ورجعوا لنا الخبر. نروحوا ابتيت فيتاس سينون الفرينه راح تعمر لنا الكوزينه نتاعنا. نبسوها عادي كيما نبسو الصابلي نتاعنا، يدخل عادي في هذه المرحله كامل ما تخافوش. خلاص الخليط تاعي تبسس كوم اون بات سابلي. دونك لي دام تخلي كامل في لافارين، نجي هنايا نضيف السوائل التوعي. عندي عصير البرتقال مع شويه نتاع الماء زهر. قلت لكم في بدايه الحلقه استعملت حوالي 500 غرام نتاع الفرينه، يعني احنا عملها نص حبه نتاع البيض. الا استعملتوا كيلو راح تضاعفوا المقادير وديروا حبه بيض كامله. دونك رايحه ندربها شويه باش ندي غير نصف الكميه. ولا كان عندكم صفار البيض يعني كنتوا استعملتوا كش وصفه وقعد لكم صفار البيض تقدروا تستعملوه.
دونك ندي النصف تاع الكميه والنصف الاخر ماش راح نرموه، راح ندهنوا به الحلوه نتاعنا اللي هي تشارك العريان. ندير شويه ماء زهر، شويه عصير البرتقال، ونضيفها بلا ما نبدل، نقعدو توجور بلوكا، دونك اللي بسست به هو اللي راح نكمل به. دونك نضيفهم هنا، نراقبو ما نخلوهاش تتخلط بزاف، يعني ما نخلوهش يبقى بزاف هنايا باش ما يعلقش معنا كما قلت لكم. دونك غير نشوف لاباط تاعي تجمعت، خلاص هنايا بدات حقها العجينه هذه بزاف شابه، بصح لازم لها ان طون دو غوبو، يعني ليق ترتاح معنا باش تسهل علينا طريقه التشكيل. هنا نحي لو بيتران، نجي نشوف هنا تلمت العجينه تاعي، خاطرش كي تكون كميه قليله دونك يجي صعيب شويه باش يدور فيها، مي الا عندكم كيلو كيلو ورطل سا ديبون لو بيتران تاعكم شحال يرفد تجي هايله. شوفوا يعني نجي نشكل اون بول، لما نضغط عليها ما تتشققش معايا نعرف بلي بدات حقها نتاع السوائل. الا شتها عملت شقوق نزيد لها شويه سواء عصير البرتقال ولا ماء زهر. هنا لازم نفيلميوها مليح ولا نديروها دون ان ساك دو كونجيلاسيون باش ما تتعرضش للهواء وما تنشفش معانا. نجيبو الحشو نتاعنا اللي فيه اللوز، يكون محمص بصح حمصوه غير شويه ماشي بزاف، دونك نحمصوه على 180 درجه مئويه ونخلوه اكثر شي 10 دقائق غير يصفر تخرج الريحه نتاعو نخرجوه. دونك 3 كيلات العقده نتاعنا فيها 3 كيلات نتاع اللوز بنص كيلو نتاع السكر كريستاليزي. هنا انا راني وزنتها عندي 3 كيلات، بنص كيلو نعملو شويه نتاع لافاني راح تعاوننا في الذوق. الا ما حبيتوهاش تقدروا تستغناو عليها. قرصه نتاع الملح ندير له شويه من السمن، يعني الا استعملتوا كيلو نتاع الفرينه راح تدي لكم حوالي 600 ل 650 غرام نتاع اللوز. ما نجريوهاش بزاف باش نتفاداو يخرج لنا الحشو نتاعنا في الطياب، وتاني ما يكونش الحشو يابس لانه لو كان يابس يقعد يابس في الطياب نتاعو. يعني انتم ادوها قاعده نفس قوام العجينه هو قوام عفوا الحشو نتاعنا. خلاص هكذا راهو الحشو نتاعي واجد، الحشوه تاعي راهي واجده. انا راح نغطيها نغسل يديا نسقم الكوزينه نتاعي ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. بعد ما ارتاحت العجينه نتاعنا قلت لكم نخلوها دو بريفيرونس تبات ولا اقل شي ساعتين. الحاجه الاولى اللي نوجدوها هذاك البيض اللي قعد لي، كانت قعدت لي نص حبه نتاع البيض، دونك نجي ندير لها شويه نتاع لافاني باش نحيو الريحه نتاع البيض، ودرت لها قرصه نتاع الملح. دونك نجي نشكل الحبه نتاعي، دونك بسم الله نحل التشارك تاعي مليح، نجيب الحشو نتاعي نديرو اون فورم دان بودان. شوفوا قلت لكم يكون نفس قوام العجينه باش يقعد لنا الطري، ونخليوه هنايا واحد الان دومي سنتيمتر باش نقدروا نغلقوا وندوروها. هنا نجي نرققها شويه باش نقدر نغلقها فاسيلمون، نجيبها عندي وين غلقت نضغط مليح
ونجي نحي لها هادوك لي بوينت باش تجيني الحبه تاعي شابه، ونحطوها مباشره في السنيوان تاعنا. هلا هكذايا. دونك نجيب اون اسيت ندهنها. دونك نمرمدها لا ما تمرمدوهاش مسكينه نمرغدها جو دير مليح في اللوز نتاعي، نحطها في سنيوه ونخلوها تريح نص ساعه ساعه، ونحطوها الطيب على 170 180 درجه مئويه حوالي 20 دقيقه 20-22 دقيقة، ما تفوتش سينو الحشو نتاعي راح يبس والشارك تاعي ما يقعدش طري معايا. دونك ان شاء الله نكون مديت لكم كامل النصائح، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله ونشوفوا الحلوة نتاعنا جاهزة. وصفتنا النهار اليوم راهي جاهزة، نتمنى تكونوا استفدتوا من النصائح وان شاء الله تجربوها وتنجحوها. نتلاقاو في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله، وفي حلقة واحدة اخرى من حصة حلويات المرجان.